صباح الخير البنات، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير. المهم كيما شفتوا غالبا الصباح اللي كنقيل في الدار ما كنخرجش، غالبا كنجمع بيوت البنيتات وكنجمع بيتي. هذه بعدا بيتي لا نقاش فيها، حيت ما كيدخليها حتى شي واحد، انا اللي كنجمعها هي والحمام وكلشي. صراحه روتيني اللي كندير الحمام هو انني ما كنخليهش يتوسخ ويتعفن هنا، روبينياتو مسائل ديالو، البنوار ديالو، الحمام كنحاول يوميا مثلا اون فوا نسالي هنايا انا وحماد نغسلو وجهنا سنيناتنا وداكشي كنغسل كنطوايي. هنايا الفوطه كنمسح الجاجه، الا كاينه شي فوطه كنهزها كنطلعها باش تصبن باش ما كنجمعش عليا روينه في الحمام. كنحاول ديما نخليه نقي وما كنخليش بناتي يدخلوا ليه، حيت الصراحه عندي بزاف لي برودوي اللي كنخاف ان سلمى تبدا تهزهم، كيسحب ليها باندوش، كيسحب ليها هذا، فكنحاول ما امكن ما يدخلوش ليا الحمام حتى نكون. وهنايا دايره واحد البليصه ديال كاع لي برودوي تقريبا اللي كنستعمل انا بالنسبه للحمام. وهنايا بحكم ان البرودوي هذا محطوط هنايا فغادي نشرح لكم البرودوي هذا ديالاش، خصوصا بزاف العيالات اللي هما حاملين كيسولوني عليه. اول حاجه البنات، بالنسبه للعيالات اللي هما حاملات ما تقلقيش الا بانت لك ان لو كور ديالك بدات كتطلع معك، خصوصا في الشهور الاخرين واحد الكحوله اللي هي غريبه خصوصا عند النساء اللي زعما لابو ديالهم ديجا سمراء، فكتطلع معهم واحد الكحوله اللي هي قويه بزاف خصوصا في المناطق الحساسه، ليزيسيل، لي بوغ، المايو، فهاديك نورمال. الجلد ديالنا بحكم الثقل بحكم لابو كتيره فكترجع الكحوله عادي جدا. ولكن انا بزاف السيدات اللي صحاباتي هكا في القناه اللي هما حاملات، راه بزاف اللي حاملات كيقول لي اسماء السيمانه اللي غتولدي فيها راه حنا غنكونوا والدين، راه هادي فصراحه كيجيني بحال راه صحاباتي حاملين. بزاف اللي كيسولوني على الحكه ولي شامبينيون، الحساسيه في المناطق الحساسه، فكاينه اللي كتعرض مثلا للحكه، كاينه اللي عندها الحساسيه، كاينه اللي كيجيوها لي شامبينيون. فاليوم انا غادي نبارطاجي معكم الغسول اليومي للمناطق الحساسه اللي انا شخصيا كنستعمل هاد البرودوي البنات. يعني عوض ما تستعملي باندوش عادي اولا تستعملي صابونه عاديه اولا تستعملي شي حاجه عاديه، فكنصحك بهاد الغسول اليومي للمناطق الحساسه. هذا اول حاجه الا كنتي كتعاني من لي شامبينيون، الا كنتي كتعاني من انتفاخ في المنطقه الحساسه مع الحكه، الا كنتي كتعاني من الزرقه والكحوله. الكحوله راه هي اون جينيرال ماشي غير عند المراه اللي حامله، ما كاينه بنت اللي كتلقيها بلا ما مجوجاش وما والداش وما حتى شي حاجه، كتلقاي فريمون لي بوغ المناطق الحساسه كحلين. هذه واحد الحاجه اللي هي ما كتعجبش كاع العيالات، وسي نورمال عادي انك تبغي لا فام تكون لابو ديالها زوينه ونقيه وطيبه. فهاد البرودوي هذا ماشي غير غسول نيتوايون لا بارتي انتيم وصافي، كيحيد الكحوله بلوس كيحيد دوك لي شامبينيون الحساسيه اللي كتكون عند المراه، كيخلي ريحه زوينه، كيصفي البلاصه وكيقشرها. يعني راه ما كايناش شي وحده اللي غتقول لك كندير ديكوماج المناطق الحساسه، هذه راه ما كايناش اللي كديرها، كيكون واحد التعاون وكيصلح للجميع السيدات. المهم انا غندي ولا يدي باش تشوفي شتي كيفاش داير الريحه ديالو، ما نقولش لك كيفاش دايره، هو كيترغوا بيان سور بالماء، يعني الله على الريحه، الملح الميت، الله الريحه كتحمق البنات. نيتوايون لجميع انواع ديال البشره كما شفتوا، جميع انواع البشره ما تخافيش منه، حيت المواد اللي فيه مواد طبيعيه 100%. كما قلت لك الحاجه اللي فيه انا بدا كتحمقني هي كيصفي بواحد الشكل غريب وعجيب. يعني الا كنتي كتعاني من لي بوغ، من الكحوله، من الزرقيه ديال لي بوغ لا بارتي انتيم، فما عليك الا بهذا البرودوي هذا، وضعي ليا في لي كومونتير قولي ليا كيفاش جاك، راه كيفتح وكيقشر ديك المناطق الحساسه بواحد الطريقه كما قلت لكم غريبه. يعني من الاستعمال ديالو الثالث الرابع كيبدا يبان لك ان ديك المنطقه او لابو بدات كتفتح
بلوس كما قلت لك انه كيعالج الحساسيه لي شامبينيون اللي كيكونوا الحكه الافرازات بزاف ديال الحوايج. وفي الاخر فاش كتسالي كتنطوي بهذا الغسول هذا اليومي ديالك كديري واحد السيروم اللي هو واحد الزيت هذا بعدا الريحه ديالو ما نقولش لك. شوفي كيفاش داير، هذا هو اللي كيبيض حيت كتخليه في لابو ديالك هذا كيصفي. بعدا الريحه ما نقولش لك، الله على الريحه. بعدا الريحه يا سلام، الريحه كتحمق البنات. المهم هاد لي برودوي هادو غنخلي لكم جميع المعلومات عليهم في صندوق الوصف، اللي بغاهم يتواصل مع النماذج اللي غنخلي لكم لتحت. وردوا عليا، غنسينكم تردوا عليا حيت انا متاكده فاش غتجربوه غادي تقولوا لي اسماء شكرا حيت بارطاجيتي معنا هذا البرودوي، حيت صراحه يستحق انه يتبارطاجا. وانا راني بارطاجيته معكم انا تقريبا اكثر من 6 شهور ولا 7 شهور دابا. المراه الحامله ما تخافيش منه حيت فيه غير مواد طبيعيه 100% غير الاعشاب وهذا، فما تخافي من حتى شي حاجه. غنهبط اليوم واقيله غندير لكم شي جوله في لاكاز لتحت كاع، حيت بزاف اللي كيقولوا لي عطينا افكار كيفاش فرشتي كيفاش ستريتي، فغادي نعطيكم افكار ويلا تهبطوا معايا. فكما شفتوا البنات الحمام رديته كيشعل، نيطويته مزيان بنفس لي برودوي اللي مولفه كنوريكم. المهم غتسمعوا ماما مسكينه باقا كطحن، المهم من البارح هي كطحن في السفوف، راكم عارفين السفوف ماشي سهله والسفوف ديال مامتي ماشي سهله. ماما كدير السفوف بواحد الطريقه بنينه، ما كاينش اللي ما ذاقهاش في الاسبوع ديال ملك بنتي، وما قال ليش ماما كخطيره في السفوف. ماما كتقن السفوف، كيجي المذاق ديالها رائع. علاش؟ حيت كديرها مقومه بزاف. درت 3 كيلو ديال اللوز، 2 كيلو ونص ديال الكاوكاو، 4 كيلو ديال الطحين، المهم كديرها مقومه. المهم غادي نهبط دابا نوريكم الاجواء ديال هادشي، صراحه التحضيرات كيعجبوني ذكرتني السفوف غير في رمضان. وغادي نبارطاجي معكم لاكاف، يمكن البلاصه الوحيده اللي اختاريت انا في الدار كامله هي هاد لا صالا مونجي، اما الباقي كلشي دوق احمد، يعني راكم عارفين دوق احمد زوين. فالحاجه الوحيده اللي صوبتها انا بدوقي هي لا صالا مونجي، وغنهبط نشاركها معكم وهانتوما معانا. في الحوسه ديالنا طابت، حتى كطيب الحوسه عاد كتقلي حيت القلي هادشي راه دغيا كيتقلى، يعني ما كيشدكش الوقت باش تحطيه في الكون. وهنايا بالنسبه للكالامار راني مرقداه في بيضه، الحليب اللي بغيتي، هنا شويه الكرافات. الصراحه درت غير القياس قليل حيت كيتكالش لينا بزاف. وهنايا هاد الطحين هذا غادي ندير فيه واحد المعلقه ديال الملح صغير باش غادي ندير فيه الميرنا. وهذه هي
ديال الجليسه اللي كان حمق عليها البنات. المهم شويه ديال الصداع مع البومبات لابيسين وعندنا الحداد الفوق. هاد الجليسه هادي كان حمق عليها والتبنياتي كيتطاو عليها خصوصا بناتي في الكوتي كيعجبهم يجلسوا في الكوتي وياكلوا هنايا. واحد الجو اللي هو زوين يعني. هاد الجليسه راني غنسدها ان شاء الله غندير لها الزاج وغندير فيهم الشراجم باش هكا حتى الشتا يجلسوا هنايا حيت الصراحه واحد لاسباس اللي هو غزال كيعجب بناتي وكنرتاحوا فيه. المهم بالصحه غداكم. كتعجبني هكا تبقى الكوزينه يعني خاويه ما فيها حتى شي حاجه، ما حاطه فيها اصلا حتى شي حاجه، حاطه فيها غير الترموميت ولكن غالبا ما كنستعملوش. اي هو براتيك بالنسبه للعيالات اللي كيخدموا داكشي. بالنسبه لينا حنايا يعني تبارك الله كنديروا كسكسو كيخصنا البرمه كبيره، كديري السفه خصك عاوتاني كسكاس كبير، كديري الحريره خصك نيت كوكوب الحريره، الحجم ديالو شويه صغير ولكن كاينين لي كوب اللي كيعجبهم وكيطيبو به. بالنسبه لهنايا هنا حاطه نيكسبريسو راكم عارفين بعد المرات هكا الصباح واخا ما خصنيش نشرب القهوه، كتعجبني ريحه القهوه وحطها منظر هنايا هادي بحال هكا حاطه كنحط فيها القهيوات. قلت لكم عزيزه عليا الكوزينه تبقى هكا نشوف فيها هكا كتشعل كتبريك. راه دابا خام بعد ما كنمسحو كنعاود ندير ليه الماء الزاج باش كيخلي لي ديك لابريونس اللي انا كنعشقها في الكوزين. اجي تشوف ديجا الصراحه الكراسه غزالين ياك احبيبي. لا صحاح صحاح وتقال سيمو الله يعطيه الصحه سيمو داكشي اللي كنقول ليه كيدير. هذا هو الكوان الوحيد لاسماء بيوتي فرشات في الدار كامله. راني قلتها لكم يعني الدار كامله تقريبا احمد اللي اختارها الا هاد الجليسه هادي اللي صراحه حمقتني. ولكن مازال نزيد نغير لك شي حويجات. ويلي علاش ما عجبكش؟ لا جا زوين جا. خاص تما قلنا كنا نديرو التلفازه مابقيناش غنديروها. كبيره ما قلتي لي علاش لاكاف جوج كاف بارك تما يجي شي طابلو زويون يجي زويون. بصح عندك الحق في هذه الفكره هذه عوض ما ندير تلفازه وحده اخرى وحنا عندنا تلفازه تما ما كاينلاش اللي كلا غينوض يتسكى تما ويتجبد ويتفرج. المهم الصراحه الكراسه مريحين الله زوينين. هذه راني كنت بارطاجيتها معكم
ولكن كنتي ما وريتيهاش ليهم. كنت ما وريتهاش ما لقيناهاش تما اكسبوزي، ما كانتش اكسبوزي. اه اييه صح. هاد البليسه هادي كتعجبني خصوصا في الصباح فاش كنكون يلاه فايقه، كنجي كنهبط مع الدروج كنلقى الشميشه بعدا وصلت حتى لهنا، البلاصه كامله شميشه، كتعطيني ديك لونفي ديال يا الصباح هذا. المهم كتعجبني. عاوتاني في الليل كنشعلوا هاد البيلات هادو كيضربوا في هاد لي بلونط، وفريمون بحال راه طابلو قدامك كتشوف. انا نشوف الا قدر يشعل ليهم. المهم انا واحد فيا انا عادي حيت اختي الصهده ما بقيتش كنقد نلبس لي بانطوفات وداكشي، ففي الليل هاد البيلات هادو كيضربوا في هاد لي بلونط هادو، وكتبقاي جالسه وكتربي عليهم بحال هكا. كيعطيو واحد كيعطيو منظر زويون. تيعطيو بحال طابلو كبير انت كتشوف فيه، واللي هو احسن طابلو الطبيعه بالنسبه للديكورات ديال هنا. الصراحه اختاروا قولوا لي اش اختاريتي اذا كنتي هنا؟ لا ولكن انت اختاريتي هذوك، هذو اللي هنا انت اللي اختاريتيهم. اصلا ما عندي من زمان قبل ما نسكن المناحيس هذو خضر محمد، هذا تا هو يلاه خديناه. هذو ديجا كانوا عندي قبل ما نروح له، والكليسه جات زوينه. انا الصراحه كنت باغا ندير صراحه الزربيه، ولكن قال لي احمد ما كاينلاش الزربيه غير هكا حريشه ولا شي حاجه تفرتت ليك الجامع يحيي. وحنا ما كنا فيها الخبز بزاف، تفرتيت فيها بزاف الحوايج. فيها الخبز انا علاش اليوم الحوت الحوت بات لي الجرده قدنا لي الجرده حيت الحوت يعني قد بنادم ياكل الحوت يقطر على هاد سميتو تبقى الريحه. يعني هادو كيخصهم النقاء، كيخصهم التاويل، كيخصهم بنادم يدير بحسابهم انهم خصو يبقى فيهم التفرتيت. وهذه هي الجوله اللي كنت موعداكم، كنقول لكم ان شاء الله غير نحط لا صالون موجي ونحط البيفي، وكما قال لكم احمد راه باقي تما غنديروا واحد الطابلو خاصك فيوز اللي كنت اكلي عجبات. قال لي واحد فيوز حمقاتني، قال لي احمد غنقي خويا غنديرها لهيك في الليل. انا هاد الكليسه حمقاتني حتى الكليسه الاخرى. الكليسه الاخرى علاش ما بغيتش نوريها لكم، حتى هي درت فيها تغييرات بزاف غير حيت بغيت حتى نركبوا الشيميني. مازال ما لقيناش الشيميني القياس اللي حنا بغينا، ما لقيناش، كنلقاوهم يا اما صغار يا اما كبار على البلاصه. ان شاء الله غير نصاوب عاوتاني داك لو كوان بالديكورات ديالو هذا، غنشارك معكم كل مره كوان ان شاء الله. المهم قولوا لي هادشي كي جاكم، انا متاكده غتقولوا لي ان شاء الله عليك وعلى ذوقك وعلى دارك. العقبه ان شاء الله شي حاجه اخرى في الطريق ان شاء الله جديده، علاش لا، ونبارطاجيها معكم وتفرحوا معايا كاملين. المهم غنخليكم هنا مع فيديو جديد ان شاء الله. ما تنساوش اللايكات، الناس اللي مازال ما تابوناوش في لاشين يتابوناو. الفيديو الجاي اللي غادي نشارك معكم شي حوايج زوينين، اليوم التحضيرات ان شاء الله ديال السفوف والمهم الحداقه وداكشي ان شاء الله. المهم ان شاء الله نبارطاجي معكم داكشي زوين. تهلاو في عيونكم مع فيديو جاي. باي 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 باي.